أول حاجة مرحبا بكم في تكريم الفنان لمين نهدي، وتكريم الفنان لمين نهدي وتكريم الفنانين الكل وللمسرح في حد ذاته، معناها لأنه لمين من الممثلين اللي علوا راية المسرح، لأنه أعماله مثلا التلفزية والسينمائية ما هيش برشا، ولكن من الفنانين القلائل اللي عرف الجمهور من خلال المسرح كما هو كما عبد القادر المقداد، فهمتني؟ والليلة بصراحة أنا جاي باش نحييه وباش نشارك في تكريمه، ونحب نقول اللي لا سبيل إليه يعني أنه يدخلوا الفنانين في أي خصومات ولا نزاعات مهما كان نوعها، سياسية غير سياسية، ماناش مستعدين للشيء هذا. احنا ولاد الشعب التونسي ولاد تونس، وصوتنا باش نرفعوه من أجل تونس، وإحنا بالقياس حتى على في أيام الجاهلية والشعر الجاهلي، قبل وقت اللي القبيلة يتولد لها شاعر تولي الذبايح وفهمتني والاحتفالات، لأنه هذاك هو صوت القبيلة. فبالتالي توا يلزمنا نكرسوا صوت القبيلة ونعاونوه، فهمتني، اللي هو صوت الشعب الكل. تحية للفنان لمين نهدي، تحية الجمهور جابس، تحية لهيئة مهرجان جابس الدولي اللي فكرت في تكريم لمين نهدي، وشد الصحيح انه لمين نهدي يعرض في جابس، والجمهور باش يجيب كثافة ان شاء الله وباش نصف قولة لمين نهدي في مهرجان جابس. يرحم والدي الجوابسية، معدن صحيح. وجودنا هنا اليوم هو دعما لعرس من عرايس الثقافة في البلاد هذه والمسرح خاصة. بالنسبة للنادي الهجمة الأخيرة تعرض لها مفبركة، هجمة مفبركة، واللي يقعد في الواد كان حجره، ولمين نهدي من حجر الواد. لمين نهدي في قلوبنا، لمين نهدي معناتها رمز راه وقيمة، مش من اليوم ومش من أمس ومش الغدوة. ولمين نهدي في بارتي معناتها من جملة الفنانين والمبدعين اللي خلقوا معناتها أسلوب وعنده معناتها وجود متجذر من الكاف لتونس للمسارح نتاع الجمهورية التونسية الكل، للمسارح نتاع باريس ومتاع العالم. لمين نهدي معناها وقت اللي نجيوها، أنا جيت من تونس راهو، معناتها على فكرة مانيش أصيل جبس، أنا جيت بالمستعني الليلة في مهرجان جبس باش نتفرج في العودة نتاع لمين نهدي بعد كل المهزلة اللي صارت في كارتاج واللي تألملها كل إنسان ينجم معناتها يكون عنده شوية إلمام ومعرفة بالرصيد نتاع لمين. وبالمناسبة معناتها النص والإخراج والحضور تشوفوه معناها حاجة من أروع وأرفع ما يكون، لأنه هذاك هو راهو معناتها المسرح ماهوش حاجة صنعة تتعلم برك، هي صنعة تتعلم لكنها مهجة وموهبة. ولمين والحمد لله من أكبر الموهوبين عندنا في تونس. بعد الهجمة بعد الله سي لمين في الفترة الأخيرة هذه معناها بتأثرش مسيرته؟ نجمش أثر إلا إيجابيا، السلبي ما نعرفوهوش، لأنه هو حتى الأخر معناتها وقت اللي جاء واسألوا فيه وقت اللي كمل العرض نتاعه قدام جمهور معناتها روحوا ممكن 100 150 200، تعرف كارتاج قداش يرفع 10,000 ولا 9,000 ديزون، هاي ما نعرفش قداش حضروا له كليلا مش معاهم، لكن إذا خرجوا 100 ولا 150 ويعلم ربي كيفاش، ما أنا بنا صفة وبنا آلية وأنا ماكينة خدمت، ويمكن يصير سبونتانيمون، ولكن وقت اللي يبدأ لبوشة وري لا ويزيه ويروح، شو يروح؟ لمين يروح؟ وشكون بينا من إذا كان يروح لمين؟ ما نروح الناس كله برا عاد. إي ولا منصف ذويب تبارك الله، معناها التدوينات نتاع منصف ذويب تقراهم، مش لازم تشوف لمين معناتها يمثل في النص نتاع منصف، تقرا التدوينه نتاع منصف ذويب بالدموع تضحك. يا بابا هيا تشيز هيا سيلفي والجمهور العزيز من خلفي، ما عادش علي وقت، قدمت نحذر روحي اليوم العشيه عندي مسيره سلميه والامتلاك ما غادي قدام نادي الجمعيه. هيا باي هاني مشيت انا. جارنا أبو يعرب، جارنا أبو يعرب اسمع الحسة جايجي لابس بيجامة مخطط وعراقية تقول لي شخصية هاربة من الأفلام المصرية. جارنا هذا أستاذ عربية حب الشعر والأدب ويكره الأغلاط النحوية.